تخرج اجيال واجيال واجيال، ووثقوا سناباتهم وما شاء الله عين وخير، كل واحد يطلع له 10 مليون 20 مليون ما شاء الله تبارك الله، والله يرزقهم ويزيد ما يسعوا فضله ما شاء الله. وهو يشوف اذا العالم تروح ماديا، وانا في العلم الغانم ان شاء الله انه سابقنا وسابقهم بعد. استاهل. والبارح وصلنا او اليوم صراحه، والله يجزاه خير بيض وجهه، يقول والله يا ناصر اني بشرت امي وابوي وانت ثالث واحد من فرحتي، ابغاك انت اللي تدري قبل الناس كلهم، فخصني فانا الان بخصه بالتهنئة عبر شاشة قناة الواقع الفضائية وفي برنامج كاريزما التصفيات المؤهلة لبرنامج كاريزما. أنا أتمنى من منيب أن يكون جاهز كذا يرفع الصوت، لأننا بنعطي تحية تهنئة وتبريكات للزميل. وقبل لا أقول اسمه، إيش معنى توثيق سناب شات؟ ليش تهنئونا؟ بعض الناس ممكن يقول رجال البرنامج إكس ولا برنامج تويتر ولا برنامج الثانية كل الناس صارت توثق عادي، السناب شات لا مو كل الناس صارت توثق، هو الرجال ذا نفسه. ارحب يا مسفر، خذ مايك وتعال، خذ مايك وتعال، خذ مايك وتعال، تعال شاركنا شاركنا. بس جاي بسمعك كل قلب ابو عديله، احلى قلب لك بعد انت، هو كذا صح علي ولا مو صح؟ هذا قلب صغير، انت هذا قلب كبير. ارحب ارحب يا ابو رميد. تعال 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 تحسي ناس ما يسمعونك، تعال تعال بدون مايك تعال. اي تعال سلم علي. ارحم مليون. ارحم ارحم. اعطونا مايك، اعطونا مايك المسر. ارحم مليون. اعطونا مايك، انا كل ما يطلب علي معلومه اعطونا مايك. هذه واقعيه ولا لا؟ مليون ايش حالك؟ قالوا برامج واقعيه، انا ما ابي تشخيص. ارحم. لا بروحي. الله يرفع قدرك. الله يعزك. ايش حالك؟ ساك طيب، كيف الحال؟ ساك طيب. حبتين. سعد مبارك. اعطونا مايك يا مهندس صوت. ايش حالك طيب؟ ايش حالك؟ اليوم مسر مكروب الصبح فقره والظهر فقره. والليل جاء مسير علينا وقلنا اقلب. كان بيته قريب من هنا. بس قريب عشان المايك هذا ابو عبد الله. نبيه. احبك في الله. الله يحبك. الشيء الاول، الشيء الثاني اشكرك شكر جزيل على الثلاثي المرعب. شكر لله. ثم سالم سعيد هو الذيب اللي نسق معهم، وانا اليوم فخور اني معهم. هذول عندهم حركه مشهوره ترى يا ابو عبد الله. وش حركتهم؟ هذه بدش يقول اي والله العظيم. من ايام من ايام الراجل. اطلع اطلع يا مسفر، روح البس مايك. والله خلاص روح البس مايك. بس مايك خلينا نسولف. واضح وجهك مفقع نوم. اي والله تعب. بيض الله وجهك. والله انك ما قصرت اليوم، مبدع صراحه في تقديم فقره الصباح من الساعه 9 الصباح الين قبل صلاه الجمعه، وصلى الجمعه ثم رجع من الظهر الين العصر فارهق، وبارح يراسلني الفجر. وقلت يا ابوي متى تنام انت الله يجزاك خير؟ متى تنام يا اخي؟ ارقد. فشكله جاي مواصل وادى اللي عليه، والله يكتب اجره ويجزاه خير. نونس شيباننا وابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا بحضوره هو زميله صط صط. تعرفون صط صط؟ نعمين يستاهل. بيض الله وجهه. مبدعين كلهم. صط صط مبدع صراحه وموديل في مهرجان ابها الرجال، ويسمونه موديل هو؟ مهرجان ابها. مهرجان ايش؟ معرض عطور ابها. معرض عطور. وقفت على كلمه مهرجان. اخي ما ادري كذا. لا ذكرني اعرفه كذا. والله يعطيهم العافيه جزاهم خير على ما قاموا به. ارجع واقول سناب شات ونهنئ زميلنا. ليش حصل؟ ليش نهنئه؟ لان سناب شات ما شاء الله تبارك الله شركه عالميه كبيره. شركه اتاحت المجال لكل من يوثق سناب شات بانه يحصل على مردود مادي، يا اما من خلال اعلانات داخل السنابات اللي يصورها ياخذ نسبه منها، او من خلال اعلانات اللي تجي من الشركات والمؤسسات، لانه ما يعطون السناب شات احد الا عنده متابعات كبيره، وايضا من خلال منصه الاضواء. فأنا باسمي واسم طاقم قناة الواقع الفضائية وباسم الحضور والضيوف وباسم الجمهور، لأني أمون عليهم يوم منيب، خليك جاهز ورفع الصوت عالي، لأننا نبارك للإعلامي الزميل والصديق والأخ علي الغامدي بمواجهة الموسيقى للسناب شات. استاهل 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 علي استاهل علي. يقول خير البركة. هذا هو الموثق الأول، ولكن من وثق ليلة البارحة وقبل النوم تأتي أخباره ويقولون بارك له يا ناصر، لأني ما تابع أنا صراحة كثير سناب شات، يعني نزل سناب وطق ذا الزر وخليها تروح للناس في سنابي الخاص المشهور أمام الناس، لكن قالوا الناس هن زميلك وأخوك اللي تحبه ويحبك وتغليه ويغليك، وبيننا علاقة حب وتقدير واحترام، لدرجة اني قلت للشباب والطاقم كلهم، لان استشير زملائي في بعض المذيعين واستشير الجمهور في بعض المذيعين اللي يتمنون الزملاء وايضا الجمهور انتمائهم وانضمامهم لنا عبر شاشه قناه الواقع الفضائيه، فقلت هالرجال تحديدا والله لو ما يعطيه الراتب الا انا من مخباي ومن حسابي الخاص، والله العظيم اللي يجي يوم شافني صامل وقادح ومدير قال والله يا ابو عبد الله ما نقول لك خير. فالف مبروك لصاحب القلب الطيب ولصاحب الموهبه
الرائعة اللي أذهل الجمهور بحضوره في برنامج البزنس واحد، فتألق بابتسامته الجميلة وروحه المرحة وحضوره الإعلامي اللي أذهل الجميع. ألف مبروك لمن وثق سنابه، الزميل والصديق والأخ علي الجعيدي، وارفع الصوت يا أبو سعيد. أطلبك طلب يا منيب، اسمح لي أبغاك تبحث عندك، عندنا احنا شارة كاريزما المعروفة في النسخة الأولى صح؟ الآن في دش في برنامج كاريزما شارة أخرى يعني مساندة للمنشد الرائع الجميل أحمد الكثيري، فهل هي موجودة؟ أعطني الرد يا مهندس، يا واضح، يا حسين، موجودة؟ موجودة؟ أيوة أسمعك. طيب ابحث عنها، ايوه حقت كثير حقت كاريزما، لاني انا قرات اختنا امجاد الزامل في تويتر تقول والله سمعت شاره احمد الكثيري فعجبتني كثير، فكانها يعني ذكرتني بالماضي. لا طلع انا اللي مسويها. لا 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 كاريزما تاكد، سمعني اياها، ابحث عنها وشوف، خلنا نسمعها للمشاهدين ونعتمدها معهم في هاشتاقنا اليوم كاريزما. يا اما تبون الشاره الاولى اللي تسمعونها الان ولا شارة أحمد الكثيري، أو تقولون لا والله أعطونا شارة جديدة.